يقول السائل: دخلت في صلاة الجنازة مع الإمام بنية صلاة القيام، فماذا علي؟ نعم، يقول: دخلت في صلاة الجنازة مع الإمام بنية صلاة القيام، فماذا علي؟ ما يصلح هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يصلح تجمع بين صلاة الجنازة وصلاة القيام أو صلاة الفريضة. صلي صلاة الجنازة أول، ثم بعد ذلك تصلي صلاة القيام. نعم.